مشاهدينا الكرام، نعود إلى المغرب وإلى مدينة وجدة تحديدا في شرق المغرب، حيث تساهم العديد من الجمعيات المدنية في الحفاظ على الموروث الثقافي الموسيقي للمدينة، لا سيما الطرب الغرناطي، وذلك لضمان استمراريته. الجمعية الموصلية للطرب الغرناطي تسعى في مدينة وجدة جاهدة للحفاظ على هذا التراث اللامادي عبر تلقينه للأطفال والشباب. نتابع التفاصيل والأجواء في هذا الروبورتاج من وجدة لمحمد أمين بومزبرا. لا يزال الطرب الغرناطي بمدينة وجدة يحتل مكانة خاصة في قلوب ساكنتها، ولا الوجديين بالموسيقى الغرناطية دفعهم إلى الاعتناء بهذا الفن والحفاظ عليه. بهذه الجمعية يتم تلقين الطرب الغرناطي لعدد من الشباب والأطفال بهدف الإبقاء على مشعل هذا الفن متوهجاً. كاين حتى جواب كبير، وكاين يعني كما سبق للذكر ان طريقه التحبيب، يعني الطريقه اللي كتوصل بها، تكون عندك طريقه مميزه باش توصل هذا الفن، هذا فن راقي وتراث ديالنا تاع مدينه وجده، ويعني الحمد لله لقي اقبال من طرف يعني مختلف الفئات. الجمعيه الموصليه من بين اهدافها نشر والحفاظ على هذا التراث اللامادي الذي نكتسبه بمدينه وجده وبعدوتي الرباط وسلا، وهذا التراث نراهن عليه من خلال التسجيل والتوثيق والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رفيدة واحدة من بين الأطفال 60 الذين يأتون الجمعية الموصلية للطرب الغرناطي باستمرار، تعلمت أصول هذا الفن إنشاداً وعزفاً منذ أن كانت في سن 7، وقد اختارت الاستمرار في الموسيقى الغرناطية نظراً لما يزخر به هذا الفن من شعر عربي أصيل وإيقاعات موسيقية خاصة. متى نستريح من وحش الحبايا؟ اختاريت هذا النوع، هذا اللي هو الطرب الغرناطي، لانه كيتميز بالطوابع ديالو ونوبات ديالو وبكلمات اللي هي شعر، وايضا انه كيميز مدينه وجده، انه واحد المحل يعني كيميز مدينه وجده، وكيتم التلقين ديالو من قبل شيوخ كبار في هذا الطرب هذا باش نتوارثه جيلا بعد جيل. الموسيقى الغرناطية تعتبر أيقونة تاريخية تتميز بها مدينة وجدة معية عدد من المدن المغربية كتطوان وفاس، وتتميز بتنوع آلاتها باعتبارها منظومة موسيقية متكاملة، كما تتميز بتعدد الألحان التي يغلب عليها الطابع الأندلسي. جميلة هذه الأنغام، أنغام الطرب الغرناطي التي تعيدنا 10 قرون إلى الوراء. اليوم بعد 1000 سنة تقريبا من نشوء هذا الفن، لا زال يتوارث، لا زال يلقن للأجيال المقبلة. الطرب الغرناطي يعيدنا إلى القرن 11 الميلادي، مهد هذا الفن الطرب الغرناطي في الأندلس، في غرناطة، في إشبيلية، في المدن الأندلسية. على امتداد 5 قرون تطور هذا الفن واكتملت منظومته في القرن 15، القرن الذي شهد هجرة المسلمين إلى عودتهم إلى المغرب مثلا، واستقرارهم في الرباط في وجدة. هذا الفن الذي فيه النوبات، فن الآلة إلى غير ذلك، وهو اليوم بعد 10 قرون لا يزال حيا ولا يزال يتطور.
نعم، الجميل محمد كذلك هو أن يتم إحياء هذا الفن الراقي وأن يتم تلقينه إلى الأجيال المقبلة، إلى أطفال وجدة. وجدة المدينة التي انتقل إليها هذا الفن قادما من مدينة قرطبة ومدينة إشبيلية ومدينة غرناطة كما جاء في حديثك. هذه المدن الثلاثة هي مهد هذا الفن الراقي، وكانت تتنافس فيما بينها لتقدم أجود ما تعرفه. صحيح. في هذا المجال. شكرا لك، تداركنا الوقت بالفعل، أعتذر منكم زملائي الأعزاء.